منطقة الحميد الصحية من خلال مراكزها في القطاع الرعاية الصحية الأولية ومستشفى الأعداد، تناغمت مع توجه وزارة الصحة بالاحتفال في اليوم العالمي لسلامة المرضى، وجاء عنوان الفعالية في الكويت أو في المستشفى تطبق بلا أضرار، ويأتي استشعار المسؤولية في أهمية التواصل هي ومركز جابر العلي ومركز المنقف الصحي، بالإضافة إلى مركز مبارك الكبير الغربي، قاموا بفعاليات مماثلة من خلالها يتم التواصل ويا المواطنين لإرسال رسائل صحية وتحمل المسؤولية في الحفاظ على الدواء والتخلص بطرق سليمة مما يفيض من الدواء وعدم تخزينه، والحرص على ظروف مناسبة عندما يتم نقله من مكان لآخر. الأدوية أحد مفرزات الخدمة الصحية، توصف لمن يحتاجها من المرضى وتتطلب عناية، ولأن قيمة الإنسان عالية فأحياناً قيمة الدواء تكون خارج مستوى التوقعات، ويحس فيه اللي يروح برا يشتري الدواء لمرض مزمن لمعاناة هو يعاني منها مرضية. فبالتالي بقدر ما الوزارة لا تبخل على أحد بالدواء، احنا نتوقع من المواطن الكريم، من المريض وذويه، من المراجعين انه يحسنون استخدام الدواء من حيث الجرعة، الانتظام بالمواعيد، او حتى الكورسات المعنية لاتخاذ فيها. اذا زاد عن ذلك في أدوية انتهى صلاحيتها او فائضة عن الحاجة، طريقة التخلص العادية، ولكن تتم في كونتينرات تابعة للمفايات الطبية حرصا على الجميع. اختم فاقول حقيقة تحية مستحقة لإدارة الجودة والاعتراف اللي خلت معظم المستشفيات وبعض مراكز الرعاية الصحية الأولية في كل منطقة صحية تحتفل لتتواصل مع الجمهور وتوعيهم وتصنع فرق. معنا نصنع الفرق، ونحن بعون الله نرعاكم.